كويتي ديزاين، مشروع كويتي قام به أحد المهندسين الشباب، وذلك بعد مغامرة قام بها للخروج من القطاع الحكومي لينافس المكاتب الهندسية الخاصة. وللتعرف أكثر على هالمشروع نرحب معنا بضيفنا المهندس أحمد العلي مالك المشروع كويتي ديزاين. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. مساك الله بالنور. لو نتكلم يمكن فعلا يعني مهندس أحمد خطوة جريئة يمكن الكثير يتردد في اتخاذها، أنه يستغني عن الحكومة عن الوظيفة الحكومية اللي فيها أمان ويتجه إلى القطاع الخاص ويتحدى. فلو بتكلمنا عن بداية المشروع كويتي ديزاين. طبعا البداية طبعا هو ما يعتبر قطاع خاص، يعني تعتبر صاحب عمل. نعم. يعني انت صاحب العمل، انت المسؤول عن العمل. انت اللي الخطه وانت اللي تسوي الخطه، انت المسؤول عن الموظفين، انت اللي جهدك، انت اللي راح يعني انت المجهود اللي تبذله انت راح تحصل ثمار يعني في النهايه. فهي بالبدايه كانت فكره موجوده من اول ما تخرجت يعني من الجامعه، بس كانت غير قابله للتطبيق، يعني لان رخصه المكتب الهندسي تحتاج 5 سنوات خبره، يعني لازم يكون عندك 5 سنوات. فأنا اشتغلت ال5 سنوات هذه، إني عديت خطة ودراسة وجمعت المعلومات، وبنفس الوقت قدرت أجمع رأس مال، يعني لأن أي مشروع يحتاج رأس مال طبعًا. بس الخبرة اللي يقصدون فيها، هل خبرة إنه في نفس المجال ونفس القطاع؟ أي نعم، نفس المجال. نفس المجال لازم تكون موظف يا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلي 5 سنوات. عشان تقدر تطلع الرخصة. تمام. من ناحية لو بنتكلم عن الدراسة اللي قبل المشروع، لو تكلمنا عنها يعني عمل دراسة بحيث إن درست السوق، احتياجات السوق. إيه طبعًا، تدرس السوق، احتياجات السوق، تشوف السوق شنو يبي، هل محتاج أكثر مكاتب هندسية؟ إذا أنت فتحت المكتب تقدر تنافس ولا ما راح تقدر؟ يعني دراسة كاملة يعني. حتى طبعًا دراسة العوائق، دراسة الرواتب راح تدفعها حق الموظفين اللي عندك، البرامج اللي راح تستخدمها. خلال 5 سنوات هذه انا عديت دراسه قويه والحمد لله يعني. نعم. ومن خلال خبرتك الحين وتواجدك في السوق، هل تشوف المكاتب الهندسيه فعلا قاعده تنافس بينها وبين بعض، او الكل يلجا الى نفس التوجه من ناحيه التصميم؟ لا والله في تنافس شرس صراحه، يعني خصوصا الفتره المقبله بعد راح يزيد يعني. ايش معنى الفتره المقبله؟ يمكن يعني على توزيعات الحكومه، يعني نشوف ان الهيئه العامه على الاسكان بعد يتوزع ماشي على جدول وماشي قاعد منتظمه بالجدول يعني. فما بالتزمين كل سنة 12,000 وحدة سكنية، ف 12,000 قسيمة 12,000 مخطط، ففي تنافس شرس. نعم. فأنت قصدك إن المشروع، لو نتكلم عن مشروعك مهندس أحمد، إن أنت قاعد تحاول تتوجه إلى مثل هالنوعية من المشاريع، أو تتجه إلى مثلا أصحاب البيوت والملاك اللي تو شاري بيته، يعني أي هو بالنسبة لك قاعد تكون إبداعك فيه أكثر، أو تشوف في منافسة؟ لا طبعا، احنا هو في فرق بين المكتب الهندسي وشركة المقاولات. المكتب الهندسي يختص بالتصميم. نعم. يعني اي شيء في تصميم هو المكتب الهندسي، يعني التصميم المعماري الانشائي والصحي، وطبعا الاشراف على المقاول اللي هو راح يكون اللي يمسك البيت، هو اللي يبني البيت يعني. نعم. فاحنا دائما تعاملنا مع اللي عنده قسيمة الارض الفاضية يعني. بعدها اذا في مثلا بيت قائم بيضيف دور، هم بعد يلجأ للمكتب الهندسي يصمم له الدور طبعا. اي بس احنا ما نتعامل مع اللي عنده مثلا بيت جاهز. اي يعني افضل تكون يعني مثل المشاريع مثل ما تفضلت ان القسائم قاعد توزع كامله. اي طبعا، احنا نصمم القسائم او اللي يسمونها اضافه الدور، يعني الاضافه. نعم. لو بنتكلم عن تجربتك في التخلي عن القطاع الحكومي، يا ريت لو تكلمنا عنها، شلون جت لك الفكره؟ ان هي الفكره موجوده من قبل، بس بعد 5 سنوات انت تكون متعود على دخل معين ينزل لك بتاريخ معين، التزاماتك يعني. انت مره واحده تي، بس طبعا انا كنت دارس الموضوع عامل حسابي يعني. فبعد ال5 سنوات هذه لما تيجي توقع على قرار الاستقاله تكون شوي صعبه يعني. شوي تحز بخاطرك. بس اذا كانت دراستك يعني قويه للمشروع وانت متاكد ومستشير ناس وعندك راس المال، بالعكس توكل على الله والامور تمشي يعني. ما حاشك نوع من الخوف او التردد من ناحيه مشروعك، انه بينجح مشروعي مو ناجح، هل يمكن في اشياء انا ما عملت لها حساب؟ لا، انا كنت عامل حسابي صراحه كل العراقيل يعني. أيه. يعني دائما واحد يحط بباله أسوأ الاحتمالات ويحط لها حلول، وبالنهايه اذا الله يقول مثلا مشروع فشل، تقدر ترجع حق القطاع الحكومي يعني او القطاع الخاص يعني. فكان في بس تردد يعني، ما في خوف يعني. واتخاذك لهذا النوع من القرارات، هل لجأت مثل استشارة الأهل؟ حتى لما قررت أن يعني تبلش مشروعك، خذيت دعم من الأهل أو كان مجهود شخصي من قبلك؟ والله طبعا الأهل لازم يساعدونك يعني، طبعا الوالدين ما طلع من إجازهم. بس الله يسلمك. بس إن يعني الناس مشكلة، مو أي أحد يفهم هالموضوع هذا يعني. يعني رخصة المكتب الهندسي تختلف عن باقي الرخص يعني. صحيح.
فتحتاج ناس مختصين، بس تقريبا هو كان يعني مجهود فردي، يعني مجهود شخصي يعني. نعم، لو نتكلم يعني مثل ما تفضلت المشاريع الهندسية يمكن لازم تكون متخصص فيها، يعني ما يقدر أي شخص مثلا مجرد أنه يقرر يفتح له مكتب هندسي. نعم. مثل ما احنا قاعد نشوف الحين مثلا كثير من الشباب مثلا يتوجه إلى فتح الكافيهات ومثل هالأمور، هو هذا تخصصك أكيد وهذا مجالك، لكن ما فكرت أنه في حالة أنت قررت أنه يكون عندك مشروعك الخاص أنه مثلا تتجه إلى اتجاه مختلف تماما؟ لا، شوف المكتب الهندسي أصلاً صميم تخصصي يعني. أي. فأما بالنسبة للكافيهات والمطاعم هذول رخصتهم غير. يعني أنت تفتح مكتب هندسي ما تقدر تكون على رأس عملك في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص. لازم تطلع. أما أنت تقدر مثلاً تكون في القطاع الحكومي تداوم على رأس عملك وعندك مشروعك مثلاً اللي هو كافيه أو مطعم يعني. وطبعاً ما عندي اهتمام ما عندي خبرة كلش بهالأمور. بس واحد يروح حق تخصصه اكثر او الشيء اللي يحبه اللي يقدر يبدع فيه يقدر ينجز فيه. طبعا، وهذا مثل ما قلت ان مثل هالنوعيه من المشاريع محتاج الابداع طبعا، وان انت قادر تبدع ودائما تنافس. نعم. بهالنوعيه من المشاريع احمد، يعني اكيد حطيت في بالك عامل التسويق وشلون تسوق له، بما انك انت ذكرت المنافسه شرسه قاعد تكون بينكم. نعم، صحيح. ببعض. هل عندك خطه او كان عندك توجه مختلف بحيث التسويق لمشروعك؟ هو طبعا اصعب شيء في المشروع لما واحد يفتح مشروع تسويق، لان يعني اكثر شيء راح يكلفك صراحه التسويق. فانت تتجه حق وسائل التواصل الاجتماعي، يعني البرامج الانستغرام وتويتر والواتساب. لكن يعني تشوفها فعاله بالنسبه حق مجالك يعني صراحه. اي شلون قاعد يعني انت تقدر تعرض توصل ديزايناتك اللي تسويها لشريحه كبيره من المجتمع وبسرعه توصل يعني. نعم. فبالعكس هذا شيء وايد فادني صراحه، وانا اشكر كل شخص يعني. في ناس ساعدوني نشروا لي بصراحة، بس يدرون أن مشروع شبابي كويتي مجاني يسووا لك. نعم. صراحة الدعايات. نعم. وفي ناس ما تعرفهم هم يسووا لك الدعاية من غير شيء يعني. ممكن يكون هم شافوا الشغل ويعني استشفوا فيه أكيد يعني. إن شاء الله يكون حسن ظنهم إحنا. إن شاء الله. لو بتكلم عن تفاعل الأشخاص أو الناس مثل ما تفضلت أحمد، شافوا شغلك سواء كانوا عن طريق التواصل الاجتماعي أو على أرض الواقع، تفاعل الناس يعني هل يعطونك بعض الملاحظات أو يعني يعطونك بعض التعليقات الإيجابية؟ والله دائما انا يعني قبل ما اخلص من العميل دائما اخذ منه على قولتهم الفيدباك، اساله يعني اذا في عنده ملاحظات ولا يعني شايف انه في امور اقدر اتطور فيها، دائما اخذ راي العميل فيها يعني تقييم يعني. وفي ناس طبعا تشجع العمل في تشجع عمل المكتب، وفي ناس طبعا تقول ليش سويت كذي انت يعني كان عندك كنت موظف ودخلك ثابت وهذا. نعم. بس طبعا الناس سلبيين، انا ما اخذ كلامهم يعني. او ان الناس يقول متعودين على يعني الحياه التقليديه النمطيه اللي الكل دائما بعد ما يتخرج يتوجه. نعم. الى الوظيفه الثابته. العراقيل اللي واجهتها اكيد احمد يعني بالنهايه مثل ما تحدي ان انت. صحيح. تكون صاحب مشروع. شنو واجهتك صاحب مشروع بعض العراقيل؟ طبعا العراقيل هي الاجراءات الحكوميه الروتينيه اللي اول شيء يعني عشان تطلع الرخصه. طبعا تاخذ فتره طويله، احنا يا ريت ان يسرعون بهالاجراءات، يوحدون السيستم بين اجهزه الدوله والوزارات يعني. يعني الرخصه تقريبا طلعت عقب 4 أشهر وانت هالاربع اشهر قاعد مثلا من غير راتب. صح. بس انا يعني مهم اقول ان الدراسه قبل المشروع هي المهمه، يعني انا كنت حاط بالي 6 أشهر الحمد لله طلعت 4 أشهر الحمد يعني. لله. أي. فكنت انت متهيئ لهذه فتره. أي. فتره الانتظار. نعم. او انه يعني يصير في طارئ في الخطه اللي انت نفسك. نعم. حاطها لنفسك. لو بنوضح للمشاهدين يمكن لا يزال البعض يغفل، انه متى نلجا للمكتب الهندسي؟ نلجأ للمكتب الهندسي بعد صدور الوثيقة، يعني أنت كمالك من تحصل على الوثيقة سواء من توزيعات الهيئة العامة للعمارة السكنية أو أنك شريت الأرض، تلجأ للمكتب الهندسي. أول خطوة تلجأ لها المكتب الهندسي. بس إحنا يعني مثلا ما يقدر شخص يجي لك وهو أوريدي خلاص صمم البيت أو صار البيت موجود على أرض الواقع، ما يقدر يلجأ لك في حالة أن أنت تضيف بعض الإضافات عليه؟ إيه، بس طبعا إذا هو صمم راح يكون مصمم عند مكتب هندسي. فهو يرجع حق المكتب اللي صمم له يعني، إذا هو صمم الخريطة كاملة وخلص يعني. أي. بس ما يقدر يلجأ لك بعدين في حالة أنه يعني ما كانت النتيجة راضية يعني مرضية بالنسبة له، تقدر تعدل على تصميم غيرك أو قبل التنفيذ؟ قبل التنفيذ على أرض الواقع يعني قبل البنيان يقدر يرجع. إذا بعد؟ بعد البنيان ما يقدر يرجع إلا إذا مثلا بيضيف دور أو بيستغل مساحة ما استغلها من قبل يعني. بس يعني الكثير مع وجود كل هالتكنولوجيا يمكن يستسهل موضوع التصميم الهندسي، يلجأ إلى مثلا الإنترنت يحاول يبحث عن بعض التصاميم ويحاول يطبقها، هل هي بهالسهولة أو أفضل أنه يلجأ إلى أصحاب الاختصاص؟ لا طبعا لازم يرجع إلى أصحاب الاختصاص، لأن بالنهاية العميل لما يراجعك في المكتب راح يعطيك احتياجاته. وأنت بناء على الاحتياجات هذه راح تصمم تصميم معماري ولازم تبدع فيه ترضي ذوق العميل فيه.
وبعد ما يخلص المهندس المعماري من التصميم لازم تروح حق المهندس الانشائي يصمم القواعد والأعمدة بناء على التصميم المعماري. فالأمر كلش خطر إذا واحد صممه من برا يعني، فلازم يرجع حق شخص مختص حق مكتب هندسي. وهل يعني صادفك احد المواقف مثلا ان العميل طلب منك تصميم معين او شكل معين ولكن انت شفته ما لا يناسب مثلا او صعب تطبيقه، تقدر ان تنصح العميل انه يغير رايه في بعض؟ هو طبعا انت تعطينا نصايح بس من النهايه الامر الاخير حق العميل يعني. انت تنصحه وتقول له يعني وتوريه نماذج، بعض النماذج يعني اذا مثلا انت عندك فكره غير عن الفكره اللي هو يبيها تحاول تنصحه، تقول له مثلا والله شوف هالفكره افضل. بس بالنهايه القرار الاخير عنده هو يعني، لانه هو اللي راح يعتمد المخطط يعني. نعم اكيد. الاخطاء اللي يقعون فيها اغلب الناس في فتره بناء المنازل احمد شنو هي؟ خلينا فتره بناء المنازل هذه تدخل فيها شركه المقاولات، احنا عندنا كتصميم. نعم. المشكله انه لما يراجعك العميل ويكون مو عارف كل احتياجاته يعني، يعني مثلا عدد الغرف اللي يحتاجها بالبيت، في ناس مثلا تحتاج مكتب، في ناس تحتاج غرفه حق الاهالي يلعبون، فما يقول لك اياها او تروح عن باله، ومتى بعدين يذكرها وقت التنفيذ لما يوصل حق مرحله البناء. نعم. فطبعا دائما احنا نقول اي تغيير في المخطط اثناء عمليه التصميم هذا مجاني، يعني تقدر تغير 10 20 مره، تكبر الغرف تصغر على راحتك. جميل. بس من توصل حق مرحله التنفيذ كل تغيير بفلوس. صحيح. وكل ما تتاخر يعني كل ما يطلع البيت اكثر، ما توصل مثلا مرحله التشطيب راح يكلفك اكثر واكثر. نعم. هذه الاشياء لازم يحطونها في عين الاعتبار احمد، يعني مثلا انت ما تفضلت مثلا غرف مكتب او غرفه لعب للاطفال او غرفه اضافيه، هذا اذا كانت غافله عن العميل، هل انت يعني في امور اساسيه عندك بحيث انك تنبه دائما العميل لها؟ احنا دائما مثلا نشوف عدد افراد الاسره وناخذ احتياج العميل. بس انت ما يعني واحد ما يعرف احتياجات العميل كامله يعني، هو المفروض العميل قبل لا يراجع المكتب الهندسي يقعد مع افراد اسرته تقريبا قبل اسبوع يفكر شنو يبون لبعد لمدى 20 30 سنه، لازم يفكر لقدام وايد. المفروض هو تكون احتياجاته جاهزه. احنا مثلا نعطيه اختيارات، مثلا نقول له بس هذه احتياجاتك، ما تبي مثلا مكتب، ما تبي غرفه، بس في شغلات سبحان الله في ناس عندهم شغلات خاصه يبون مثلا شيء ما يدري على البال يعني، او مثلا مثل شنو مثلا ما يدري على البال يعني. مثلا في ناس يبون مثلا غرفه سينما، مثلا في ناس يبون مثلا الغرفه مالته تكون مثلا كبيره يعني مساحتها، يعني يدمج الغرفه تقريبا مع الحمام مع المنزع. اي يعني في شغلات ما احنا ما تجي على بالنا يعني. احنا علينا بالشغلات الاساسيه ونحاول نبدع بالتصميم. نعم. بالنسبه لمشروعك احمد، هل تفكر في تطويره او تفكر في اضافه بعض الامور له؟ نعم احنا يعني الحمد لله نستخدم احدث برامج التصميم حاليا، وان شاء الله على الشهر الجاي راح نشتغل على برنامج ان المخطط المعماري يكون 3D. احنا عندنا الحين الواجهه نصممها 3D. الحين ان شاء الله شيء جديد، هذا المخطط المعماري راح يكون ان شاء الله 3D. يعني هذه احدث التكنولوجيا اللي موجوده الحين في العالم. اي تقريبا يعني. اي نعم. وش كثر نسبه ان في حاله ان استخدمت هالتقنيه ال 3D ان تكون مقاربه لارض الواقع بالنسبه يعني؟ أنا راح تكون وايد قريبه يعني. حتى هو المخطط المعماري هو طبعا المخطط اللي لما تقول بالكويتي مخطط اللي هو فيه تقسيمه الغرف والصاله، هذا هو المخطط المعماري. احنا نشوفه على ورق الحين، فتخيل لما تشوفينه 3D يعني، يعني انت تقدر تدخلين داخل تشوفين مثلا الصاله هذه ونقدر ناثثها بعد. تقدرون يعني هذا نعم. تكون أي متوفره. اي راح تكون متوفره. فراح تقرب فكره البيت من داخل اكثر حق العميل يعني. واتوقع بتكون ما في نقول ما في عنصر المفاجاه بالنسبه للعميل بحيث انه هو يغفل عن جانب معين يمكن التصوير. نعم. فهذا بهالتكنولوجيا راح تكون الصوره واضحه للعميل اكيد. احمد لو حاب توجه كلمه لكل شاب او شابه ودهم يخوضون هالتجربه. انا صاحب الدراسه، دراسه المشروع. يعني يحاول يطول بالدراسه ويشوف كل السلبيات والايجابيات الموضوع يحاول يتلافاها. نعم. انت طبعا سهله اذا بتعرفين السلبيات روح اسال اي شخص سلبي يعني بالكويت راح يقول اي شيء تشوفه سلبي حاول تحط له حل. سوي الدراسه وحط لك خطه وحط لك هدف وخلي يكون عند راس مال وتوكل على الله يعني. توكل على الله. شيء جميل ان نشوف شاب يعني يحث الشاب اللي نفسه انه فعلا يتخذ هالخطوه في انه يكون جريء انه يتخلى او يطلع عن النمط التقليدي في التفكير ويتحدى. واتوقع انت مثال حي احمد اكيد على التحدي، وان انت رسمت لنفسك خط وحلم وحلمك شفته على ارض الواقع، ونتمنى لك اكيد كل التوفيق يا رب. وياكم يعطيك العافيه. مزيد من الازدهار والنجاح اكيد. ضيفنا كان المهندس احمد العلي مالك مشروع كويتي ديزاين، كل التوفيق لك وشرفتنا يا احمد. يعطيكم العافيه، مشكورين على الاستضافه. حياك الله. مشاهدينا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم.